في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح
صليب وقبر ثم قام. زمان الضلال لقد انتهى وشرق لنا نور من بعد ظلام. والهم والحزن كلاهما مضايا. المسيح صلب وقبر ثم قام. سيقوم الله وتتفرق جميع أعدائه من قدام. ونور الحق لنا أشرق. المسيح صلب وقبر ثم قام. شاركنا في الكأس المحتوم على سائر جين سيل آلام. إذ قال الرب الآن أنا أقوم. المسيح صلب وقبر ثم قام. صدق ما قاله في ذلك الوقت داود عن المسيح باهتمام. أنا طاقت ونمت واستيقظت. المسيح صلب وقبر ثم قام. هللو يا هللو يا هللويا هللويا. يسوع المسيح ملك المجد قام من بين جفاس مروتين في يوت نمت شيري نم باب نب وابتنتري يا سجنك تن اشتم انت وناس ضل كثير رغم الايات ولم يوم
ثم قام من له أذن للسامع فيسمع المكتبة الصوتية اجتماع أولاد الله كنيسة رؤساء الملائكة بالجيزة تنقل لحضراتكم العظة الأسبوعية لجناب الأب الموقر القمص يونس كمال كاهن الكنيسة والعظة بعنوان اعرف عدوك، ذلك يوم الجمعة الموافق 5 مايو لسنة 2017 ليعطينا إله السماء القائم من بين الأموات أن نسمع ونعمل بكلمته بصلوات راعي الرعاة البابا البطريرك الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المكرم الأسقف الأنبا ثيودوسيوس لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. يا خريستوس أنستي، طبعا ما يفضلوا يا خريستوس أنستي يوم مجيء الثاني لما يجينا المسيح مرة تانية هنقول له خريستوس أنستي برضه قام ويقيمنا معه. دلوقتي الساعة كام؟ الساعة خمسة خمسة هيتكلم عن عدو القيامة. هيقول لك اعرف عدوك، مين عدوك؟ واسوك عدوك اللي حط القنبلة في الكنيسة؟ لا، الشيطان يسموه عدو كل بر. الشيطان يكره الكنائس، عاوز يزرع قنبلة في كل كنيسة. عدو البر، عدو الخير، عدو الرحمة، عدو الصليب، عدو الخلاص. لما تقرأ إنجيل يوحنا يقول لك رسائل الكهنة جمعوا شهود زير وقالوا لهم ايه، ذهبوا الى بيلاطس وقالوا له اضبط القبر، حط عليه ايه حراس. اول مرة في التاريخ البشرية تنزعج من حد مات. لأن ذلك المضل قال أنه سيقوم، لا يأتي تلاميذه ويسرقوه وتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. يعني عارفين أنه قال، وأديميل قال كده، رؤساء الكهنة. يا سلام، يا سلام على الضلالة، كذابين. الشيطان يعملها ويخيل، يحبك الرواية عشان يخليك تعيش في ضلال، يغمى عينيك. عشان كده أحبائي يقول لك ذلك المضل على المسيح قال أنه سيقوم في اليوم الثالث، ضح حراسة فأمر بضبط القبر. حراسة طبعا جند الروم، جند
رومانيين فتوانا لا دين ولا رحمة. علشان كده المريمات بقيادة المجدلية كانوا بطولة يروحوا باكر جدا والظلام باقي. شفت بقى الست لما تكون يعني الست لما بتخلص بتبقى بمليون راجل. فدرس عجيب. قام كما قال. علشان كده النهارده اقول مين عدوك؟ اوعى تقول لي عدوي اللي بيدبر لي تفجير الكنيسه، ولا عدوي اللي واقف في سكتي في الشغل، اللي واقف في رزقي، اللي واقف في ترقيتي. لا، عدوك هو الشيطان، عدو كل رحمة. الشيطان بقى لا يرحم ولا يسيب رحمة ربنا تنزل. كلما أردت أن أفعل الخير أجد الشر واقف قدامي. الشيطان دور في سجل حياتك. الشيطان له أسماء كثيرة، لكن هقول لك بقى حاجة من ضمن الحاجات. في شيطان اسمه لا للمحبة. تحاول تحب حد، الشيطان يقول لك فلان ده تفتكر له عمل وعمل 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 وسوى، واقف نفسك ويجيب لك 100 مبرر انك لازم تعمل فيه، والبادي اظلم. الشيطان خرب بيوت. الشيطان بيسموه فتال حبال. عارف يعني ايه فتال حبال؟ يعني الشيطان يجي الواحد يقول امسك بس الشعره دي، الشعره شعره شعره دي مشكله، دي شعره، ويفتي عليها شعره تاني، بقى شعرتين، بعدين يفتي شعره ثالثه، بقى ثلاث شعرات، بعدين بقت خيط. الخيط بقى دباره، دباره بقت حبل، وبعدين يأيدك بالدباره وبالحبل. يبدأ بحاجه صغيره جدا جدا، شوية 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 يدمر الدنيا. ياما ناس بدأوا في بيوت مع بعض. اتنين اخوات اتجوزوا بيت واحد، كان الستات ياكلوا مع بعض، يخبزوا مع بعض، لكن شوية شوية كل واحد تمسك للتانية وتتكلم على التانية، خربوا بيت بعض. ليه؟ الشيطان. والشيطان هيستأذن يعني ولا ايه؟ هيقدم فيزا؟ لا، الشيطان عدو الخير. الشيطان عدو اخرتك. عشان قلت لك الشيطان فتال حبال. الشيطان مبتكر، مبتكر يعني مبتكر يعني مخترع، يخترع لك اختراع يضيعك فيه. يعني يقولوا مرة راهب دخل على راهب عجوز لا بيشوي بيضة على شمعة، قبل نهارك سويت تسوي بيضة على الشمعة. الشيطان أغراك تسوي بيضة على الشمعة، بس اللي وراه بيضحك كح 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 تضحك عليه. قال أنا الشيطان، أنا أول ده أنا بتعلم منه، أنا أول مرة أشوف حد يشوي البيضة على الإيه؟ على الشمعة. الشيطان مخترع، يخترع لك اختراع عشان يدمرك بيه.
فعشان كده يا احبائي اعرف ان الشيطان قدامك وراك. في شيطان اسمه شيطان صحيان بدري، تيجي عايز تصحى وتروح الكنيسه تلاقي الشيطان فوق يقولك بس بس نام، الدنيا برد، الدنيا برد يا ري 10 دقايق وشوية شوية شوية بعد 10 دقايق يقول لك ايه يعني عم هو اللي بيقول، تلاقي الاساس لسه ما جاش، انت تلاقي المطران لسه ما نزلش. يا عمي نام 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 وارتاح، ياتيك النجاح. في شيطان اسمه شيطان تحت المخده، لو رحت البيت صليت حط دماغك على المخده تلاقي الدنيا تلف بيك، يعول لك هم اللي جاي، هم اللي راح، هم اللي قلت له، هم الاكل، هم الشرب، هم الديون، هم السلفة، هم المرتب، هم وهم وهم وهم. وإلقي على الرب همك وهو يعولك. في شيطان اسمه شيطان يقول عليه داود النبي شيطان الظهيرة، عارف يعني شيطان الظهيرة؟ يقول لك روحوا اركبوا مترو ساعة الظهر، شوفوا المترو وركبوا اتوبيس، تلاقي ناس بتخانق مع الكمساري والكمساري بيتخانق مع السواق، وقت وقت المحطة ليه يا اسطى؟ واللي زعق واللي عاوز يتخانق شيطان الظهيرة. الدنيا تروق شوية بعد شوية. في شيطان اسمه شيطان بالليل، وفي شيطان اسمه شيطان الخبيز. حبيبنا كان يعجنوا في البلد ويقطعوا العيش، كانت واحدة تقول يا ورقة العدرة مد ايدك يا عدرة، والتانية تقطع، والتالتة تحمل فرن، والتالتة تدخل الفرن وتطلع العيش مستوي، والرابعة قاعدة ترنم، بيرنموا بيحولوا الخبيز ده عبادة، عبادة يبقى حفلة، حفلة روحية. فمرة الشيطان عز عليه فقطعوا العيش وحطوه في الشمس عشان يخمر الشمس. الشيطان يعمل ايه؟ راح فك معزاية من الوتد، فالمعزاية خبطت على العيش أخبطت الدنيا، الستات مسكوا بعض، الرجال نزلوا بالنبابيت فتحوا دماغ بعض. ايه اللي حصل ده؟ ايه يا جماعه يا جماعه الشيطان ضحك عليكم، الله مغزيك يا شيطان. الشيطان اتكلم قال لهم يعلم الله انا ما عملت حاجه الا اني حركت الوتد بس، يعني بلاش الشيطان يحرك الوتد ويلخبط الدنيا. عايز اقول لك الشيطان عنده 100 صرفه وصرفه ان يخرب مالطه ويقعد على ايه؟ على تلها. اعرف عدوك، احذر ابليس، ابليس ابليس عدو القيامه. تقول المسيح قام يقول لك ما قامش، يا عم ده النور بيظهر في سبت النور، افهم يا ابن ادم ده في نور اسمه سبت النور. لكن عدو القيامة هيفضل ليوم مجيء المسيح، مش هيوم بالقيامة. ربنا يفتح العقول ويكشف على البصائر ويدي الناس انها تفهم وتعرف ان المسيح هو رب القيامة. انا هو القيامة والحياة. عند شق الفجر باكر في صباح الاحد قام رب المجد ناصر شعبه الابدي. عند شق الفجر باكر في صباح أحد قام رب المجد ناصر شعبه للأبد. قام رب المجد ناصر شعبه للأبد. أن
أنت دست الموتى وحدك يا يسوع الناصري مظهرا بالجمال. أنت دست الموتى وحدك بالجمال الباهري كان صار الموت جلاله دحرج صخر الكبير من على القبر جماله بان بالنور الخطير من على القبر جماله بان بالنور الخطير. أنت دست الموت وحدك يا يسوع سري مظهرا للخلق مجدك بالجمال الباهري مظهرا للخلق مجدك بالجمال الباهري قام بكر الراخ المجد لك يا صاحب المجد، المجد لك وحدك. كل ما في العالم شهوة العين، شهوة الجسد، تعظم معيشة، لكن أنت وحدك صاحب المجد، أنت وحدك ليك الكرامة والمجد. أعطي قلوبنا حسا روحيا وحن قلوب المتولين علينا. بارك في عمل الكنيسة يا رب، نمينا واسترنا. اذكر المتألمين والمتوجعين والمدينين والمتورطين والمخطوفين. بناتك بيخطفوهم يا رب، الشيطان فارد دلوعه. الشيطان فاكر انه جدع، مش عارف يخسة وقلة ادب، لكن انت وحدك يا رب تقدر ترفع راية صليبك وتقدر تتمجد في الضعف وتظهر بمجدك بما هو اعظم من القوة. بارك على حياتنا وبارك على بيوتنا، اذكرنا في يمينك، شبعنا من رضاك، باركنا حسب غناك في المجد. اسمعنا بركة دمك الكريم، بركة أمك العذراء، اسمعنا لما نقول لك يا أبانا الذي في السماوات. يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شاركة موهبة نعمة عطيت روح القدس مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب مع جميعكم ومع روحك أيضا. في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس.